السلام عليكم، انا الشيف شكري وهعمل معاكم النهارده نوع فرنساوي جميل جدا، كرم بالكيك بالتفاح والقرفه والزبيب، طعمه تحفه وشكله زي ما انتم شايفين احلى من طعمه اهوت، وان شاء الله جربوه وهيعجبكم جدا. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي 150 جرام دقيق، وعندي 55 جرام زبده، وعندي 3 جرام بيكنج باودر، وعندي 50 جرام سكر، وعندي صفار بيضه واحده. دي المقادير اللي عندي. احسن طريقه للزبده ان الزبده تبقى جامده ونبشرها بالشكل ده في الكرامبل بالذات لما نيجي نعمل الكرامبل. اهو بحط الزبده في بتبقى خارجه من التلاجة، بحطها في الدقيق وببشرها، بتنزل على طول كانك بتعملي جزر بصل اي حاجه، بتلاقيها بتنزل على طول. وما بتخش في العجينه بتخلي العجينه بارده مش سايحه، فبتشتغل بيها على طول، ما بيستدعيش الامر ان احنا نحط العجينه في التلاجة تجمد او الزبده تفك منك. اهو قلبنا الدقيق في الزبده، وعليهم السكر، سكر عادي، وعليهم البيكنج باودر نص معلقه صغيره اهو، ونقلبهم في بعض كويس، وبعدين نبدا ان احنا نفركهم في بعض عشان نعمل الكرامبل. الكرامبل ده حاجه جميله قوي على فكره، طعمه حاجة جميلة فعلا، يعني بتحط على الكيكات، بتحط على أنواع تارت، شغله كتير قوي في الحلواني. وزي ما انتوا شايفين اهوت، ونفرك الزبدة في الدقيق والسكر، وهنحط صفار البيضة. وخدوا بالكم ان احنا صفار بيضة، اللي هي صفار بيضة هتشوفوا دلوقتي اللي هي صفار بيضة اهو، صفار بيضة. ما حطينا صفار البيضة وحركت الدقيق اهوت، شايفين الدقيق ما عجنش، فضل مفرفر زي ما هو. لو انا حطيت بياض معاه هيعجن اهو، شوف الدقيق عامل ازاي، بس لما يدخل الفرن بقى يحمر ويمسك. ده الكرامبل اهو. لو احنا كنا حطينا البياض كان هيعجن على طول، هيبقى عجينه، فحطينا الصفار بس كده، هو خلاص جاهز على الشغل. عندي بقى تفاحه واحده بالظبط متقشره ومتقطعه بالشكل ده، عليها معلقه سكر، معلقه كبيره سكر، عليها طرف المعلقه قرفه، عليها معلقة كبيرة زبيب لو عندك، وادي معلقة زيت أو سمنة أو حتة زبدة حسب اللي موجود عندك، وهنخش بيهم على النار نشوف ايه اللي هيحصل. هنقلبهم بقى على النار كده بالراحة، أنا مش عايز أكسر التفاح، أنا عايز أسوي التفاح ده من غير ما أكسره وأبهدله. وعلى فكرة أحسن نوع تفاح ممكن تشتغل بيه إذا توفر يعني قدامك اشتغل بيه التفاح الأخضر. اي تفاح غير الاخضر بيبقى له معامله خاصه كده. التفاح الاخضر بتلاقيه لونه زي ما هو وبيبقى جامد، ما بيتهراش بالشكل ده. شوفوا ده استوى اهوت، خلاص هنطلع بيه بره النار ونسيبه يبرد. فالتفاح الاخضر احسن تفاح ممكن تشتغل بيه. عندي فرم الكب كيك اهيت مدهونه بالزيت كويس جدا، وهاخد معلقه كبيره من الكرامبل ده اهو زي ما انتم شايفين، واحطها في الفرن معلقه كبيره اهوت، اعمل كام واحده واكمل انا بقى الباقي اهوت، معلقه بالظبط، مقدار ثابت مع اللي انت هتعمليه اهو. حطيتهم اهوت عندي بظهر الكوبايه بتاعتي، اتك عليهم اعملهم زي ديسك كده تحت في الارضيه بتاعت الكب كيك، بس ادهني الكب كيك كويس جدا بزيت او بسمنه او باي ماده دهنيه في كل حته فيها علشان النوع ما يلزقش فيه. كبستهم بارضيه الكوبايه، وهحط معلقه، ادي التفاح اللي عندي برد خلاص، هاخد معلقه صغيره احطها في الوسط بالظبط، هبعدها عن الطروف عشان مش عايزه يلمس الطرف بتاع الكب كيك، طرف الفرمه عشان ما يلزقش فيها لانه مسكر، لو دخل الفرن السكر ده يكرمل فهيمسك في الطرف، فهخلي الحشو بتاعي في النص بالظبط. باكد على الحاجات الصغيره ديت بتفرق في الشغل، بدل ما تعملي مثلا 20 واحده يطلع منهم خمسه ويزين، مخسارة. طيب هيجرى ايه؟ ما ناخد بالنا من الاول واحنا بنشتغل اهو. حطيت التفاح بتاعي معلقه صغيره في كل واحده، وادي معلقه فوقهم اهيت، رش كده اهو زي ما شايفين، وبوزعها على الجناب بالذات مش الوسط، على الجناب بالذات اهو، بساوي الحشو بتاعي وببعده عن
الفورمة عشان مش عايز ألزق فيها اهوت، وأوزعها اهوت عليها زي ما انتم شايفين. الموضوع بسيط وسهل وطعم جديد جدا عليكم، ان شاء الله هيعجبكم. هو فعلا انا واحد من الناس بفضل موضوع كرامبل ده في اي حاجة، يعني طعمه مميز وحلو فعلا يعني اهوت. وهكمل انا الباقي، كملت الباقي اهوت خلاص. عمل معايا 8 وحدات زي ما انتم شايفين، ليه تفاحة واحدة وكوباية دقيق، حاجة يعني على على السريع كده ممكن تعمليها. وعلى الفرن على طول اهوت على 180، نص تلت ساعة بالظبط اهو طلع اهوت، بيطلع على طول من الفورمة بتاعته، مفيش فيه أي مشكلة. أقصى حاجة أعملها له دلوقتي إن أنا هديله سكر بودرة على الوش وبس، على كده خلاص. البسكوتة الكيكة ديت محشية من جوه التفاح اللي احنا حاطينه وعلى سكر بودرة مقرمشة، تحس إن كأن فيه مكسرات في النوع. طعم جميل فعلا يستاهل التجربة اهوت، وما فيش فيه مصنعية، ما فيش حاجة صعبة عليك يعني. شكله اهوت مكسر الوش ومكسر دي، ده الشكل المميز بتاع الكرامبل على فكرة. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.